بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب وبنات؟ اليوم رجعت لكم بمقطع جديد عن مغامرات في عالم القردة. نعم يا جماعة، مقطع جديد، حلقة جديدة من الإثارة والمتعة في عالم القردة. أتمنى تضغطون لايك على هذا المقطع، برغم من أني طلبت منكم 15,000 لايك بالمقطع الماضي عشان نكمل بالسلسلة، وصلنا 12,000. يعني أنا زعلان نوعا ما، بس ما علينا يا جماعة، شكرا لكم. يعني عادي، يعني راح أستمر بالسلسلة إذا وصلنا بهذا المقطع 15,000 لايك. تمام، هذا المقطع هيك يعني شباب ادعموني، يعني أضبطكم بمقاطع. خلينا نبدأ بالمقطع فورا. فالآن مثل ما تشوفون حاليا انا موجود بالقريه تبعي او القبيله تبعنا، خلينا نقول القبيله احسن. ويا جماعه تعلمت لكم اشياء جدا كثير راح اشرحها بهذا المقطع. طبعا زي بتشوفون في عندنا دائره خضراء بالنص تحت، تمام؟ على حسب ما عرفت هاي الدائره، مثلا اذا جبنا شربنا مي، تعال نجرب مثلا نشرب مي، اذا هاي الدائره بدات تنور بالاصفر يعني نحتاج اشرب اكثر، اذا ما نورت اصفر يعني انا ميتي ممتازه. شوف الان ما احتاج اشرب، عرفنا انه المي ممتازه. تعال نشوف الاكل حاليا، اذا جيت اكلت مثلا، شوف معنا هل في شيء اصفر؟ ما في شيء اصفر، يعني اكلي جدا ممتاز كمان، تمام؟ هي قوينا شوي. هلا الشباب كلها رح تيجي تاكل زي ما شايفين، الجماعه الطيبه معنا كلهم ياكلون. طيب اسطوره. طيب يا ممكالو، ما عرفنا ايش هي اللي على اليمين تحت، نحن ما فهمنا لها. يا جماعه هي اللي على اليمين تحت هن افراد القبيله تبعنا، تمام؟ عدد القرود يعني عندنا حاليا 5 6 7 8 قرود، عندنا 5 قرود كبار و3 قرود صغار. خليني اوريكم الصغار وينهم. شوف اذا جيت عينت على هاد، شوف تحت عين لي على الاصفر، هو قرد صغير يعني. شوف لاحظ معنا تحت، اذا عينت على واحد من هدول، عينت عليه صار حاليا معنا اصفر تحت، تمام؟ عينت على الثاني صار. المهم فهمت الفكره، يعني هدول القرده الصغيره معنا. شوف هاي زوجتي حاليا جت لهنا، لاحظوا معنا حاليا يا جماعه معين عليها بالبنفسج هاي المره عشان تعرفون هاي زوجتي يعني. فدغيا بنستلقى شوي وبتزاوج شوي، بلكي طلعنا بيبي تاني. صراحه كل ما نكتر بيبي كل ما يكون الوضع احسن يا جماعه، تمام؟ ليش كل ما يكون الوضع احسن؟ عشان يعني نشوف الكتره وهي الامور. تعال شوف اذا حيكون في ولاده ولا لا. حمل جديد، اكتب لك خلفنا بيبي جديد يا جماعه، بيبي جديد بالقبيله، ما راح نقول لا، يعني نحن نرضى بالجميع يا حبيبي. ابلع هاي بيبي جديد. الله الله الله، انا بتخطى هي يا جماعه، نحن حضرناها بالمقطع الماضي. صار معنا طفل جديد، شوف معنا صار 4 خطوط 0 تحت، او 4 دوائر 0 مو خطوط. شوف شوف معنا 4 دوائر 0، صار عندنا بيبي جديد يا جماعه، ممتاز جدا. عندنا هنا واحد صغير، وعندنا هنا 3 صغار كمان، تمام؟ 3/4 الاطفال هنا من عندي. اوه لسه سبير معنا لزوجتي، شوف ماسك سبير لسه. الله عليك، والله كفو والله. هاي زوجتي طبعا يا جماعه، اي واحد يقرب منها والله الدغ ولدغ مو طبيعي، انتبهوا. فهي هي الفكره. وطبعا كل ما حملت او هذا ابن من، هذا دقيقه بشوف هذا ابن من يا شباب، بنشوف هذا كي، انا كي طبعا اسمي، فهذا طفل يعتبر. اعاده التسميه، بدينا اسميه شباب، بدينا اسميه، تغيير الاسم، اسمه نو. اوه كذا يتغير الاسم، نسمي هذا نو بيو، اسمه والله اسم بيو حلو شباب، ثبت صار اسمه بيو هذا عشان نحفظ اسامي الاطفال عنه. هذا هذا طفل من، هذا طفلي هذا ولا لا كمان؟ خلينا نشوف. تعال نشوف هذا اسمه ايش. تحليل، هذا طفل الاب كمان كي، اسمه باه الطفل، بغير اسمه شباب، اعاده تسميه بغير اسمه. دوا ما حلو كمان، دوا شو دوا، جيو، جيو الله اسم جيو حلو، تمام؟ وعندي طفل اخير ايش اسمه حاليا؟ اسمه بيك. خليك يا زعيم بيك، خليك بيك. بنشيل هذا على ظهرنا، تمام؟ وبجيب واحد ثاني كمان معي، عشان يعني انا اللي تعلمته انه لازم يكون معانا طفل ورانا وطفل امامنا بكل شيء نسويه علشان الاكس بي زياده، كل شيء زياده يا جماعه، نكسب خبرات بشكل مو طبيعي، حلو؟ هل يمديني اخذ سبير من عند هي ولا لا؟ اتبعني الحصول على العنصر، اوكي حصول على العنصر، لو سمحت سبير شكرا لك، عشان ما اسوي كرافت برجع لك هي ولا يهمك، برجع لك هي. طبعا يا جماعه بوريكم شغله ثانيه اكتشفناها الان، شغله جدا اسطوريه. اذا بتشوفون تحت مكتوب 3 أطفال يلحقوني، هذا كمان يلحقني شباب. شوفون حاليا في عندنا 3 صلات، هذا بما انه طفلي جالس يلحقني، مديني اطلب منه انه يبقى هنا، بقول له حاليا انتظر هنا، لا تلحقني يا انت، خليك هنا عشان اتعرض للامور، انتبه. ايوه روح روح في حال سبيلك. طيب يا جماعه الان ايش بسوي؟ بما انه معي سبير، سبير مو على الفاضي معي، اذا ببدل اليد حاليا، بمسكه بهذه اليد، حلو، بجي بوقف هنا حاليا يا جماعه. اللي ما يعرف هذا المكان ايش، ايوه بفتش هاي العشبه، هاي العشبه اللي ما يعرف ايش تسوي، هذا مكان صيد السمك. اي نعم يا جماعه، مكان صيد بدينا نصطاد منه السمك. فالان بحاول اصطاد لي سمك، تعالوا نشوف اكتشاف منطقه تجمع جديده، منطقه صيد زي ما شايفين، تمام؟ الان بسوي وكز مثلا، لاحظوا معنا اوكي صدنا سمكه زي ما شايفين، صدت سمكه من اول محاوله. بنفتش حاليا بنشوف وضع السمكه ايش، طيبه ولا مو طيبه. تعال ندور، يا ترى يمديني افتش هيك ولا شو جاي مسوي؟ لا لازم ابدل اليد بعدين اسوي تعديل واشيلها اتوقع، والله مو متاكد شباب، بجرب. ايوه شلناها حالي، يا سلام يا سلام يا سلام. الان يمديني اتوقع افتش، يب اتوقع يمديني افتش السمك الان، صح؟ يا سلام، صار يمديني اتعلم او افتش السمك. شوف معنا السمك، والله اسطوري والله اسطوري، اكتشاف طعام جديد، بديني اكله فورا طبعا، ايزي بدون طبخ بدون شيء، تناول طعام ما يصير لي لا سم ولا. شوف جالس اكل حاليا يا جماعه، ممتاز والله، باكله كله، بشوف ايش بقوي لي حاليا، باكل كل السمك هاي. هل يا ترى بتسمم ولا لا؟ ما اتوقع بتسمم. شوف شوف ياكل من عندي هذاك اللي ورا، جاني تسمم. اوكي لازم اشرب مي، خلاص سوي له اسقاط، لا تاكلها، سوي له اسقاط، اشرب 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 بسرعه، اشرب اشرب اشرب، لا ما تاكلها،
فقط بشرب المي السم يروح. حاليا عندي السم بالكلى تبعي زي شايفين تحت. كانت فكره جدا سيئه، اتوقع لازم كان فاير او شيء هيك ما يصير، لذلك بشرب حاليا باسرع وقت عشان تروح مني السم. يا عيني انا ايش جالس اسوي والله العظيم. بشرب. الحمد لله الحمد لله راح مني، ممتاز راحت مني. اهم شيء تعلمنا يعني، مو مهم. بمسك بهاي شباب وبطلع اتوقع خلاص بروح. صار الدنيا امطار ولا لا؟ لا تصير امطار بامانه، لا تصير امطار. اصبر ببدل يد، باكل هاي حاليا. ليتس جو، بناكل شباب بس اقوي شوي العظام عندي، لاني بتسلق الجبال الان. بوريكم وين بروح. ناوي يا جماعه اروح مكان، بس بعطي هاد سبير باخذه معي ولا لا؟ يلا باخذه معي ايزي، نص ساعه واحد ثاني. فيا جماعه انا رايي انا اطلع اتسلق فوق. خليني اطلع هيك شجره حاليا، نطلع لفوق. يلا ليتس جو ليتس جو شباب، ننطلق على الرحله تبعنا باذن الله. اتمنى اني القى خليه نحل يا جماعه، صراحه خليه النحل راح تفيدني بشكل كبير. هي اتوقع باكل من هي، باكل من هي شباب، بوريكم كيف ناكل من هي. تعال بجيب واحده من هي الافراد القبيله كمان معانا. طبعا هي هو جوز هند يا جماعه اللي ما يعرف، اتوقع كلكم تعرفون جوز هند يعني. بفتشها على السريع بما انه احنا هنا وهنا. شوف حاليا بفتشها، ما يمديني اكلها طبعا، بوريكم ليش ما يمديني اكلها، ما عندي خيار اكلها فورا يعني. جوز هند ممتاز، بنزل فيه الان. بنزل. اسطوره، تعال ننزل شوي. لازم انزل عند القبيله مره ثانيه تحت. تعال ننزل، ما راح يصير شيء معكم. القفز هاي عاديه جدا. الان اللي علي فعله اني ادور حجره، فين ممكن احصل حجره. هاي حجره، حلو كثير حلو كثير كثير. طيب اللي بسويه الان طبعا، بسوي تبديل يد، بسوي اسقاط للسبير شوي صغيره، بس بلم حجره حاليا معانا يا جماعه. تمام، ويلا بسم الله على بركه الله جاهزين. تعالوا نحفرها شوي، لازم هي تكون بيد اليمين وهي بيد اليسار، وابلع هيك بنكسرها يا جماعه. والله اسطوري اللعبه، قسما بالله يا شباب فيها اشياء افكار حلوه كثير، لازم بس الواحد يتعلم عليها. شوف معنا الحلاوه هنا، خربت معنا، لازم اجيب غيرها. يا حرام، ببدل اليد، بحمل هاي، بعطيها لواحد، اي واحد. انا تعال انت خذ هاي. منح، خلي هاي معك. تمام، بعطيه سبير شباب، برجع بطلع بجيب واحده ثانيه. هي معنا هنا، ما في داعي اروح، دغري بروح هنا بروح هنا. والله لا امسك واحده، المشكله ما تنفع كل مره، هي المشكله الوحيده. خذ واحدة، انزل انزل انزل، خلاص انزل انزل. يا سلام، والله بجرب مرة ثانية، هاي سبير معي وكل شيء معي. ليتس جو. لا مو بهاي، لازم لف. دقيقة. تبديل ايدي، بعدين هيك يمدينا، شوف حتى الايدي تفرق. تمام. يلا يا رب. لازم اسرع فيه، لازم اول ما اسمع الصوت اتركها فورا. يا رب. اوكي، ضرب. ها، اوكي تمت شباب، تم الان حاليا لازم افتشها. بنفتش الان ايش وضعها، صارت قابله للاكل. شوف حاليا بدينا اشرب منها، صحيه طبعا، وبتزود كمان اشياء جدا حلوه. فبناكل منها حاليا، او بنشرب منها مو بناكل منها. شوف مكتوب شرب، شوف كيف بشرب منها، خرافيه يا جماعه، والله خرافيه. شوف لحظه حاليا ما في تسمم ولا اي شيء، بالعكس هي جدا صحيه وبتعتبر مي يعني. شوف كمان زود لي، شوف ايش زود لي شباب، صار عندي مناعه ضد التسمم، مناعه ضد اللدغ، التسمم من الافعى يعني، ضد التسمم من التوت وهي الامور، والعظام كمان قوت لي اياه، يعني هي اسطوريه بكل معنى الكلمه. بما انه خلصت بحطها بالارض حاليا، باخذ السبير تبعي من هذا مره ثانيه. والله هذا زعيم القبيله شباب، هذا العجوز هنا، فباخذ السبير من هذا حاليا الحصول على العنصر. شكرا على السبير، يلا السلام عليكم. بنروح بنشوف ايش بنسوي، عندي افكار جدا كثير شباب نسويها، بس يا رب نلقى خليه نحل عشان اوريكم ايش بسوي خليه النحل. تعالوا بنشم حاليا، بنحاول نتبع الاثار، بحاول اشم اثار خليه النحل. يا رب بنطلع هنا، يلا بنتسلق من هنا. يا سلام، بس بطلع لفوق يا جماعه، لانه اقصى شيء ممكن تحصل خليات نحل بسهوله. هذا قرد شباب، هذا من قرد، من هذا؟ دقيقه، يمديني اضمه للقبيله ترى شباب، استكشفت انه يمديني اضمه للقبيله هيك قرود، بس لازم اعرف كيف. والله يا جماعه يمديني اضمه للقبيله، دقيقه بروح بتفاهم معه. تعال نتفاهم مع شباب، انا ما اعرف من هذا. هو لازم البي له احتياجاته حاليا، ايش يسوي طيب؟ هذا ايش يسوي له شباب؟ ما ادري ايش يسوي له والله، دقيقه بنزل لعنده. شباب ايش يسوي له هذا؟ والله ما ادري، ايوه ايش يسوي؟ بعطيه هاي طيب؟ خذ سبير، خذ سبير، ما يحتاج شباب، خذ سبير، ما يحتاج سبير، بفتشك طيب، لا انا هيك جالس افتش سبير، ما اعرف ايش يحتاج صراحه، دقيقه ببدل اليد، يمكن لازم ابدل اليد اشوف. اوه عرفت، جالس يختنق صح؟ فهمت جالس يختنق، يعني لازم اجيب له اكل. يا لأنه من الغباء، خليك هنا ثواني، يعني ما يحتاج سبير هو، يحتاج اكل اصلا، يحتاج شيء عشان دقيقة. بحاول اساعدك، اصبر بس شوي. والله طحت من مكان عالي انا يا جماعة، كسرت عظمي من مكان عالي هذا، الله ياخذ شكل الان انا اللي احتاج مساعدة، بساعده بعد شوي، بس لاساعد نفسي الان، دقيقة شوي. شباب لازم اكل من هذيك العشبة حصرا، فين احصل هذيك العشبة؟ ما كان لازم اطيح هيك يا اخي، توقعت ما بيصير له شيء. من فين الاقي هذيك العشبه؟ هي هنا، بدل اليد، كل بسرعه، كل هاي تخبط العظم شباب، بحاول اخذ له من هي طيب لهذاك، المشكله هذاك متسمم يا جماعه،
يعني لازم اجيب له، لازم اجيب له. اوه فهمت ايش اجيب له حاليا، فهمت. بجيب له من جوز الهند، جوز الهند بيساعد على كل شيء. بس اخلص من عظامي حاليا كله بكون سهل. شوف بجرب اخذ له واحده من هاي، بروح بعطيها بشوف اذا برضاها ولا لا. وين كان هذا؟ كان فوق صح. بنام شباب بس ساعه ساعتين بفيق الصبح، مو قادر العب بالليل ابدا، انا ما احب الليل باي لعبه كانت. لذلك تعالوا بس طلقي وبنام على السريع. بصحى الساعه تقريبا 5 الفجر، حلوه 5 بعد ساعتين. هنا هيك ممتاز، هيك اسطوري الوضع. الماء والنوم عندي كله تمام، ما في شيء عندي غير غلط. خلي سبير معك، ممتاز. اللي بسويه الان بدور لي على صخره، خذ هاي الصخره معك، ممتاز. بطلع بجيب لي واحده من هذول اللي فوق وبكمل فورا على هذاك. عطني من هاي بالله، بدي اليد، عطني من هاي، يا سلام، وبطلع فورا. طبعا بحاول اكسر هاي، بكسر له هي دقيقة، بنكسر له هي احسن ما يكون محتاج المساعدة يعني. اوكي انفتحت، حلو فتحناها الان. فهذاك وين كان؟ لا تقول لي يتحرك من هنا، هذاك وهذاك ولسه هناك. هذاك اتوقع بيتحرك من هناك، لازم الحقه. والله اتوقع بيتحرك من هناك شباب، لازم نلحقه. لا 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 تطيع. اوه الحمد لله. مو طالع صوته شباب، انا بدات اخاف من الموضوع والله العظيم، بدات اخاف. بس لا تكون تاخرت كثير، بس لا اكون تاخرت بالعمليه كثير. والله يا خوفي اكون تاخرت. انا بدي 100 سنه لوصل هنا يا اخي، انا مو عارف فينه اصلا. هذاك مو هذاك، هذاك هذاك يصرخ لي، هذاك هو يصرخ لي شباب. بسرعه بسرعه، اطلع اطلع اطلع. يا رب مديني، يا رب مديني، ما اطيح يا رب ما اطيح. يا خوفي اطيح، والله خايف اطيح شباب، خاف اطيح من هنا. تسلق فوق يا اخي، تسلق فوق يا اخي، وربي نظام التسلق بيض يا اخي. ساعة لأوصل له فين؟ طيب هذاك هو، هذاك هو، هذاك هو، أخيرا وأخيرا هذاك هو. تعال تعال، وأخيرا بوصل لك، جبت لك شيء، جبت لك شيء يساعدك، أتمنى يساعدك. بعد لي شوي بس افتح لي مجال، افتح لي مجال بس أروح لعندك يا أخي. أيوه هنا هنا ها، خذ 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 حبيبي خذ. ما يمديني أعطيه يا شباب، طلع. أي والله خذ، أعطيته أعطيته هي شباب، أعطيته هي. ها ها اشرب يا مدير اشرب. والله شباب اذا بينضم معي بيكون شيء اسطوري، تعال نشوف اذا بيقبل ولا لا. ابل يا جماعه لقد صادقت غريبا مسموما لتحظى بعضو جديد لعشيرتك مكتمل. هي صار يلحقني شباب، صار يلحقني. تعال تعال معي، تعال شوف شوف، والله العظيم اسطوري. تعال تعال معي، هذا شو وضعه؟ دقيقه بحاول احلل وضعه. هذا صار صديقنا شباب، تحليل، بسوي تحليل، بالغ انثى غير متزوج. لا لا شباب نتركها لاحد من افراد القبيله هي. تعال تعالي معنا، انا متزوج شباب خلاص. ها الحقني الحقني، او الحقيني عفوا، الحقيني الحقيني لاوديك على القبيله تبعنا. والله شباب كيف بس على المساعده، قسما بالله يا شباب ما كنت بعرف ولا جزء من الثانيه انه المفروض هيك نسوي. بس شفت هيك متسممه، وقبل شوي اكلنا شيء ضد السم، فقلت لحالي خليني اجرب. والله العظيم ما كنت بعرف يا جماعه انه هي بتصير من عندي، جربتها وزبطت الحمد لله زبطت. تصلخ وينه؟ وينك؟ وينها شباب؟ المفروض تلحقني صح؟ الحقيني الحقيني، المفروض تلحقني والله. جد جد او كفو جد، يلا تعالي تعالي تعالي، ما بنروح اي مكان ثاني، بس بننزل لتحت هنا مكان القبيلة تبعنا. يلا انزلي 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 معنا، انزلي. فينها؟ مفروض تكون جت معاي. هي 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 شباب، هي اي والله لسه معاها جوا. خلاص بخبرها تنتظر هنا واستمتعي، خلاص استمتعي ايزي. هاي جبنا واحدة على القبيلة حاليا معنا. والله شيء خرافي. الان اللي بسويه هذا الطفل، والله هذول الطفلين معي شباب، انا ظالم هي الطفل. ليش طيب؟ تعال تعال بسوي حاليا استبدال، استلقاء، بنزل الطفلين حاليا معنا. روح روح انت وياه، يلا تعال حبيبي تعال معي، جد دورك، تعال اطلع. فين الثاني؟ ابعد شوي، اطلع تعال، يلا دور هذول الاثنين يا جماعه. مو كل يعني حاليا، خلينا ننوع يا جماعه، تعرفون خلينا ننوع. طيب انا قلت لكم لازم الاقي خليه نحل، هي هدفي حاليا تمام. هدفي ادور على خليه نحل عشان اوريكم ايش بسوي فيها. تعالوا نشوف، يلا بسم الله. وين ممكن القى خليه نحل يا اخي؟ هاي هي ايش هي يا اخي؟ والله ما اعرف هي ايش، من هي اللي ما هي؟ والله شكلها خرافي، مع انه ايش هي؟ عطشان انا، عطشان عطشان انا، عطشان. انزل انزل روح اشرب مي، والله عطشت يا جماعه، وعطشت. لازم انزل لازم انزل. بسرعة بسرعة، اشرب 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 اشرب. والله العطش عندي يا جماعة، مو عطش، طلع اكل اتوقع جوع. اي والله الجوع عندي، الجوع جوع مو العطش. بحاول ادور شيء اكله، حيموت من الجوع. تعال تعال كلها، كل كلها. ها لا تقول لي تعبان مثلا يحتاج راحة، ما اتوقع تعبان يحتاج راحة. شو هالصوت؟ بجرب اشرب من هي، ما اعرف شو السبب صراحة. عندي ستامينا تعبانه، شو تعبان بالضبط ما ادري، بس عندي تعبان. اوكي شربنا كل شيء ضد ال، ويلا خلينا نطلع شوي، بحاول ادور من فوق الشجر من فين. فين ممكن الخ خليت؟ هي ايش هي؟ خليت نحل؟
مكان غريب هنا. لا هي مو خليدة. من هذاك اللي فوق؟ في واحد تاني فوق معانا، في واحد تاني معانا فوق، يمديني اضم القبيلة شباب. هذا كمان يعاني اتوقع. تعال نشوف هذاك ايش وضعه، تعال نشوف هذاك ايش يحتاج. يا اخي شو يصير يا اخي؟ ليش الدنيا هيك تصير فور سوداء؟ اسلاف الانسان. ايش اسلاف الانسان؟ من هذا؟ اسلاف الانسان اسمه صح؟ كان من هنا اتوقع. فين راح؟ هنا هنا هنا. هذاك وهذاك هو. هذا كمان يحتاج اشياء، هذا يحتاج شيء ثاني اتوقع، ما ادري شو يحتاج. بده ضماده، بده باندج، يده توجعه، بده باندج. والله حلو شباب، وربي حلو، بروح اجيب لك باندج. يلا بسم الله. ايزي يا جماعه، ايزي الباندج. اوه الحمد لله ما كسرنا شيء، الحمد لله ما انكسر معنا شيء. والله لحظه كنت كسرت شيء معك. اوه جتني الافعى، جتني الافعى. جتني افعى. اهرب بس لا تسممني. الخضر الخرقاء، الخرضاء، الخضراء الشرقيه، ما ادري شو اسمها. حلي عني. السلام عليكم. شفتوا شباب كان معي مضاد سم، لساعدني ما حسيت فيها. خليها عصبيه ناضجه، قدره الحركه الحمد لله. بحاول اجيب له باندج الاخ معنا هناك. عسى ولعل ناخذه معنا على القبيله. فين الباندج؟ اوكي، اقوي العظام شوي. هذا ايش يصير؟ هذا تعبان ينام اتوقع، ما ادري ايش يصير يا اخي. خلاص يا اخي، بعدين شباب يمديني اسوي لها. اختفت، ما صارت، لازم اسوي مره ثانيه. لا تاكل لا تاكل، الله يعطيك العافيه، اكلها بالغلط. يلا كلها كل على السريع. اوكي تم، معي باندج الان، روح نبحث عليه. معي باندج له. شو هذا النعاس؟ اتوقع هذا النعاس، انا نعسان كثير يا جماعه، انا ما نمت اصلا امبارح، فاتوقع هي السبب اللي مو نايم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي ايش رايك اعطيك هي؟ تعال خليني بس اعين عليه شباب. ايوه منح، خذ. ما يحتاج هي. باندج حبيبي. والله باندج يا جماعه، جبت له باندج، ليش ما يحتاجها؟ حبيبي خذ. ليش ما تحتاجها؟ انا احتاجها. انا بحطها. شوف شوف شوف. هاي طببنا، شوف شوف يلا ها، موت قهر. لدغيته افعى سم هذا اتوقع. ايش صار؟ والله لا جتني هي، جتني هي. ايش اسوي؟ لا بربك لا، امانه لا، تركيني لا، لا تك، لا تقتلني، لا تقتلني، لا لا. لا ماتت يا جماعة، مات واحد من عندنا. لا لا دقيقة دقيقة، بسوي لي تحليل لعضو العشيرة معنا هنا. فين القرد الثاني طيب؟ تحليل. هاي اللي معي. لا في تحليل بدينا. جاء مرة ثانية، مرة ثانية جاء. كيف اهرب طيب؟ ما يصير يا اخي، والله ما يصير شباب. اوه ماي جاد يا اخي، يا اخي والله اني حزين. اهرب اهرب من هنا. يا ليه؟ لا شو هاي كمان؟ اوكي تسممت من الافعى شباب فجأة، ما ادري شو صار، حلت علينا اللعنات كلها. شايف تشوفون اللعنات الدنيا كلها حلت علينا فجأة. يا والله اني مقهور، قسم بالله قهر يا جماعة اللي صار. هاي المكان ليش شباب في عنده خوف؟ لأنه القرد هذا صغير لسه مو متعود، بخاف من كل شيء بخاف، تمام؟ مو متعود هذا القرد انه يعيش لوحده يعني. أنا كان لازم اتحرك من ذاك المكان بسرعة يا اخي، مات واحد ثاني من عندنا. تخيلوا اكيد شو فقدنا، فقدنا حاليا انا اللي كنت كي مات، يعني حاليا كي مات، لازم العب شخصية ثانية شباب. بلعب بالشخصية اللي جبتها على البيت عندنا، ما عندي غير هالحل، هو كان اقوى شيء، الانثى اتوقع. عشان هيك لازم يا جماعة دائما مثل ما بقول لكم ما اضل فوق الشجر لوقت طويل، يعني شو وداني هناك وضلتني واقف؟ فجأة الطير هذا يجي ويخفيك عن الوجود يا حبيبي، وما يمديك تسوي أي شيء، أنا دافع عن نفسي ما يصير يا جماعة، يلي ضلك ضغطها إذا سمعت صوت شيل يدك، أتم ضغطها أسمع صوت شيل يدي ياكلني، كل مرة تصير معي، بس خليني أفك السم حاليا، فكينا السم، حلو، والله راح كي، والله إني حزين يا جماعة، ما توقعت أبدا يصير هيك، راح كي يا جماعة، راح كي، تعرفوا شو يعني كي؟ أنا كنت كي، أب لأربع أطفال، راح، شوف حاليا رجعت الرؤية عادي، أب لأربع أطفال راح. هاي رجعت انا لوحدي على البيت. هاي وصلت. اوه ماي جاد. لازم اخذ شخصية ثانية يا جماعة، لازم اخلي هذا هنا. ناوج بالغ انثى غير متزوج. ما في عندنا شخصية ذكر يا اخي، كلهم انثى، والله ما احب العب انثى يا شباب. تحليل بالغ انثى غير متزوج. كلهم صاروا انثى غير متزوج، مع انه ذكر ابدا يا جماعة. كيف راح نسوي عشان نخلف بعدين؟ دقيقة شوي، هذا من هذا؟ هذا من هذا؟ بالغ ذكر غير متزوج، اوكي. بصير العب بهذا شباب، بصير العب بواحد اسمه دار تبديل، بصير العب هذا وبحاول اتزوج الان. تحليل هي من هي؟ بالغ انثى غير متزوج. اوكي باخذ هي، عنده بيو وعنده مو، بحاول اخليها بحاول ارتبط فيها دقيقه. اوكي ارتباط تم شوي كمان. اوكي صرنا زوجين، حلو.
تعالي انا ديك هنا وخلينا نجرب نخلف شوي بلكي جينا اولاد. يا اخي والله العظيم شباب اني الى الان مقهور يا حبيبي. ولاده جديده ما صار ولاده جديده للاسف. يلا بنحاول مره ثانيه. ولاده جديده بالله عليك ولاده جديده. يلا ما صار كمان ولاده جديده. لا بسوي لحتى تصير ولاده جديده. يلا وصلنا السنه الثانيه شباب. مكتوب سنه 2 اليوم 187. ما في ولاده جديده شباب للاسف. ما ادري شو ليش ما تصير. ما ودها تخلف هاي والله. برا بدور غيرها. ما جاهز لسه شباب. نحل هاي. بالغ انت غير متزوج. يلا تعال بسوي ارتباط مع هي المره. بجرب. تم تكوين زوجين. يلا تعالي تعالي يا زوجتي. وينك؟ تعالي هنا تعالي هنا. وهي اللي جبتها شباب. هي هي شباب. هي اللي ساعدتها حاليا واعطيتها شو اسم جبتها على القبيله الجديده كانت. بنجرب معاها حاليا بلكي تم ولاده جديده الان ما ندري. يلا اعطيني ولاده جديده بالله عليكي. حمل جديد. حلو حلو حلو. صار في حمل جديد. حلو كثير. واخيرا هي طفل جديد. حلو رجعتهم. بس اللي صار انه خسرنا كي بالمقابل كسبنا هي. يعني كسبنا هي على فرد عصا. يعني ما خسرنا شيء بالنهايه. بس والله كي كانت شخصيه خرافيه. كان يحب الخير لغيره. كان يساعد الناس. يا حرام ايش صار فيك يا كي. الله والله حرام يا شباب اللي صار بك. ما علينا حاليا هي الشخصيه معنا هنا. راح نحاول نسوي كل شيء فيها باذن الله. بجرب الان اروح من هي الطريق. بس ما حد اوكي ما حد جاي يلحقني. بجرب اروح من هي الطريق بما انه كل مره اروح هذاك. برد صار طبعا. شخص ميت من اسلاف منها شباب. في شخص ميت هنا. بحاول احفظ بحاول ليكون هاي. انا ميت. انا ما جيت من هنا شباب. انا مو هذا. سويت له حفظ شباب. صار الان يتذكر مكان. لازم اروح عليه. بروح عليه بشوف ايش الوضع. بس لازم اسرع. لازم ما ابقى بوقت طويل هنا والله. لان اذا ما اسرعت ايش بيصير يا جماعه؟ الطير بيجي بياكلني. لا تقول لي هذا عش العصفور. لا تقول لي هذا العش. بسرق بيض على السريع بنزل والله. والله لا اسرق بيض. هذا العش يا جماعه. بدي اسرق بيضه يا جماعه. مين ديني. لازم اسرق بيضه. هذا هاي العصفور يا حبيبي. دائما اوكي هاي البيضه. بسرعه اسرق بيضه. خذ بيضه خذ بيضه بسرعه. اخذتها. انزل انزل بسرعه. اهرب 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 اهرب, أهرب. والله لا اخذ بيضه وربي لا اخذ بيضه من حقي يا حبيبي. تعال تعال. انا فين جيت حاليا؟ بفتشها للبيضه. تعال نشوف شو وضعها. هل يا ترى تتاكل ولا ما تتاكل؟ ايش بدي اسوي فيها؟ كيف اكل حاليا؟ تناول الطعام. هي كلها هيك البيضه. اوكي جاني تسمم. الله لا انا ايش خلاني اكل هالبيضه يا اخي؟ والله العظيم ناقصني كان اكل بيضه يا اخي. بروح بشرب مي بروح بشرب مي بسرعه. بعد انا جاهز اموت. حاول اشرب على السريع. شوف لما اشرب الكل يشرب. ما شاء الله عليكم تنتظروني على لحظه يعني. يا جماعه خلاص انا لازم حاليا اطلع وابحث على خليه النحل يا اخي. من بدايه الحلقه قلت لكم خليه نحل الى الان ما حصلناها. بالله عليك يا اخي خليني احصلها. والله العظيم شباب راح تكيفون عليها. بس خليني اكل شوي. كله كلياتكم يا جماعه. وتعال تعال حدا منكم يجي معي مشان اكسب خبره. تعال انت تعال تعال يلا تعال تعال معي. حلو روح من هنا يا اخي. بدي خليه نحل. بس قبل ما اروح على خليه نحل بوريكم. بس باخذ غصنه من هي يا شباب. ايش بنسوي بهي الغصنه حاليا؟ بنسوي لها تبديل ايدي تمام وبسوي لها تعديل. بس بشيل الشيء اللي عنها. اوكي تمام اسطوريه. الان هاي بهاي ايش يمديني اسوي بهاي؟ بدل يد حاليا بس بسوي لها تفتيش. يمديني اشيل العسل من خليه النحل. اجباري تكون هي يا جماعه غير هي ما تنفع. والعسل مفيد جدا جدا جدا. جدع عشب ميلاد سيكادا ما ادري شو اسمه هاي حاليا بس ما عليه. اتوقع ما يهم الاسم. اهم شيء حاليا نبحث على خليه نحل. بحاول اركز ايش في خليه نحل ولا ما يبين. المشكله اماكن بعيده هي ما تبين. لازم اروح لعليها. معنا عضو جديد هنا. هذا صغير. ايش هذا؟ هذا صغير شباب العضو. والله يمديني اضمه بيكون اسطوري والله. بحفظه بحفظ شباب. اوكي بروح لعنده بروح لعنده. اذا يمديني اساعده بيكون شيء خرافي. والله يمديني اساعده. احسه صغير مو كبير كمان. ان شاء الله يطلع ذكر يا شباب. انا احتاج ذكر الان. احتاج ذكر عشان الكثره وهي الامور. نشوف ايش يحتاج. تعال تعال اطلع اطلع ايش صار. اوكي متضايق مني. ايش يحتاج؟ يستفرغ. ليش يستفرغ؟ انا مشي كيف اعرف ايش يحتاج يا اخي؟ والله حرام لازم يخلوني اعرف كيف ايش يحتاج. بجيب له نفس اللي جبتها بالمره الماضيه لاني يعني حافظ مكانه. اصبر بنزل بجيب لك هي وبطلع. هنا على الاشجار هاي. ها اطلع اطلع من هنا وبعدين نطلع هاي. يا سلام اطلع 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 اطلع. جيب لي وحده من هنا بس. يا سلام انزل. الان بفتش على روك. بحتاج بس صخره اكسر هي وبرجع. ما تدرون يمكن كلهم يحتاجون نفس الشيء ما نعرف. حلو جبناه حاليا. يلا بطلع بطلع شو. وين كان؟ كان مكانه فوق صح؟ تعال يا عزيزي تعال. هاي حلقه مساعد. انا عالي كثير لازم انتبه. ايش هاد؟ هاي العش تبع القفص. هاي العش. اهرب اهرب اهرب. لا تبقى هنا محمود لا تبقى هنا. والله بيجيك والله بيجيك العصفور بيوريك شغلك. طير لعنده بس دقيقه. السلام عليكم. هاي المره جيت بسرعه. منح خد. مو هي مو هي مو هي. خد. لا اسقطتها. يلعن ابو الغباء رميتها لتحت شباب.
بالله عليكم شفتوا اغبى مني؟ كسرت عظمي كمان. الله ياخذ شكلك يا شيخ. ما اعرف ايش يحتاج اصلا، ما يتكلم يا اخي، تكلم طيب، اعرف ايش تحتاج. باخذ له وحده من هاي، تعال نشوف اذا بيحتاجها ولا لا. بس والله العظيم شباب فكره اللعبه حلوه، انه يعرفون ممكن تفقد احد افراد القبيله معك فيجيبوا لك واحد ثاني ايزي. هذا يمكن يحتاج توت، يمكن يستفرغ. شباب شوف بعطيه هي، ما يريدها والله. لا كلها قدامك شوف، ها خذ يلا. ها شو بتحتاج؟ يمكن تحتاج توت مثلا، في عندنا هنا توت، تعال بجيب لك توت. انا هي مو معرفها. اوه عرفت، هي النبات الاحمر، هذا مفيد للبرد يا جماعه، النبات هذا مفيد للبرد. معقول هذاك بردان يحتاجها؟ والله احتمال، باكل هاي البرد شباب، مفيد كثير. شوف حاليا جاتني حمايه من البرد. لا تاكل يا اخي، تعال اعطي صديقك هنا. اوف اوف اوف، النبته الحمراء هي كمان ما تحتاجها؟ يعني ايش تحتاج؟ والله العظيم انا ما ادري ايش تحتاج. خذ هاي، ما يحتاج هاي كمان. يستفرغ، يحتاج مي اتوقع 100% يحتاج مي يا اخي. برجع بسويها، برجع. هاي ايش هاي؟ هاي اول مره اشوفها. ايش هاي؟ هاي اول مره اشوفها انا شباب، نبته جديده هاي يمكن. يا ترى سامه ولا مو سامه؟ كيف اعرف اذا مو سام؟ ما حبه، اتوقع سام. بروح بعطيه هذا اللي فوق. انا ايش دخلني انا؟ اذا بياكلها بيكون شيء حلو، انا ما راح يجيني شيء يعني، بالنهايه انت راح تاكلها. خذ، ما يحتاج اكل اجل. طيب ارميها، هي ما راح اكلها، هي سامه اصلا. يحتاج مي، ما عندي تفسير ثاني، يحتاج مي شباب، ما يحتاج شيء غير المي. بروح بجيب له مي. اوكي حلو، بسوي اسقاط لهي وباخذ بس هي معي، بحطها باليد اليمين. ان شاء الله يرضى هي المره. معنا شحاد ومشارط هنا، ما يرضى باي شيء. والله لو اجيب هذه يا جماعه راح يفيدني جدا جدا كثير، عشان بس ما احس بالخساره اللي خسرناها بهذاك الذكر اللي كان معنا. حرام يا اخي والله، حاسس انه وين راح؟ اسوي له تركيز يا حبيبي. تعال تعال تعال، ها ها قول لي ما تحتاجها كمان، قول لي ما تحتاجها. ها ما يحتاجها. شو تحتاج طيب؟ شو تحتاج؟ خبرني بس شو تحتاج؟ شوف شوف ما طيبه، شوف شوف شوف. جالس يستفرغ شباب. خليت نحل، لقيت خليت نحل شباب. اوه شيت، لاني خليت والله بسحب عليها شباب. خلاص ما ادري شو يحتاج صراحه، ما فهم. هو قريب من هنا يعني، بس اتوقع بشوف وضعه بعدين. بس لقينا خليت نحل هناك. اوكي تعالوا نشتغل شغلنا الان، بما انه لقينا خليت النحل. باخذ واحده من هي شباب مثل ما قلت لكم، بسوي عليها تبديل يد، بسوي تعديل عليها بس نشفطها. ما صارت معنا. صارت معنا ولا اي؟ والله صارت معنا. يلا ليتس جو، هاي خليت نحل فوق صح؟ يب. يلا ليتس جو، بوريكم الان كيف بنجيب العسل منها. لاحظوا معنا، لاحظوا اخيرا حصلناها. لازم نطلع لهنا شباب بشويش عشان ما يلدغونا يعني. وبنسوي حاليا تفتيش، خليت نحل، ببدل اليد وبغمسها شباب. لاحظوا معنا غمستها، صارت فيها نحل حاليا، صارت فيها عسل حاليا. لاحظوا معنا شباب صارت بعسل، بسوي تفتيش. والله خرافي يا جماعه، بالله عليكم مو حلوه، وربي اسطوريه يا حبيبي، والله اسطوريه. بجرب اعطيها لهداك قبل ما اكلها. تعال نشوف شباب، ما تدرون بلقي يحتاجها يا اخي. خليني هيك كريم شوي اخر مره معاه وبنشوف اذا يحتاجها. العسل مفيد ضد كل شيء يا جماعه، ضد كل شيء العسل مفيد، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. تسلق تسلق على السريع قبل ما تصير مطر وحركات و... هاي جيتك جيتك حالي جيتك، ها وها ابلع، ها خذ اكل اكل يا جماعه. شوف معانا، الله عليك يا ممكالو. والله يا شباب كنت باكلها انا، بس قلت خليني اعطيها عادي يعني. خلاص صار معي، اوكي صار يلحقني. بسوي له تحليل شوي بسيط، ذكر بالغ غير متزوج، اكل كان عنده السم اتوقع، الان صار ممتاز. تعال من البر، تعال تعال حبيبي تعال، بوديه شباب بوديه بوديه على القريه. تعال هاي صار عندنا ذكر، واخيرا رجع العدد مثل ما كان، الحمد لله رجع العدد مثل ما كان، اربع اطفال نفس الشيء. تعال تعال بجيبه لهنا اتوقع. ايوه جاء لحقني، حلو حلو. تعال شوف يلحقني شباب، يلحقني. تعال اشرب ما يشرب، تعال بغير اسمه شباب من ريد، بنحط اسم ثاني بما انه صار معنا. ويك لا ما بنسميه، با لا بنسميه، نو توك بنسميه توك يا شباب، توك اسم حلو. خلاص توك صار معنا، اسطوره يا توك. يلا ها انا بنام شباب حاليا، بخليه ينام بخليه ينام. اوكي صحينا حاليا على الفجريات، هذا توك يا شباب معنا، اسطوره يا توك. يا قبائل تعالوا اشربوا ما يزبط وضعكم. توك ايش نضم معنا؟ ايش ما يشرب توك؟ زعلان يعني؟ شوف توك بعطيك شغله ثواني، وينك؟ عشان خليه ينضم اكثر شباب. ها خذ يا توك، كلها كلها توك كلها شباب، كله كله. بياكل ولا لا اذا اكلت انا؟ المفروض ياكلها. ايوه كل يا حبيبي كل، كفو كله كله، يلا كله كلكم. طيب شباب اتوقع هنا وصلنا نهايه هذا المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا يعني. لعبه جدا اسطوريه شباب، لسه ما شفتوا ولا شيء حاليا، انا حاب بس امشي شوي شوي عشان نستمتع كلنا. كان معكم احمد من قناه ممكالو، تسوون لايك، مع السلامه.